السلام عليكم باشمهندسين، النهارده ان شاء الله هنبدا المحاضره الخامسه في كورس الالكتروكيمستري بعنوان الكتروليتيك كوندكتورز. طيب تعالوا كده نفتكر مع بعض اخذنا ايه لغايه دلوقتي. احنا كنا الاول بدانا الكورس بتاعنا بتعريف يعني ايه اصلا الكتروكيمستري، وان هي علاقه بين كيميكال رياكشن والكتريسيتي. الكيميكال رياكشن بتحصل وبتنتج عنها الكتريسيتي، او بدي الكتريسيتي علشان ابوش كيميكال رياكشن معين انها تحصل. تمام. طيب بعدين كنا قلنا برضو في المحاضره الاولى انواع المختلفه في للالكتروكيميكال سيل، اللي هي الجالفانيك اللي هي بتحصل سبونتينيوس، او الالكتروليتيك اللي محتاجه باور اكسترنال باور. وبعدين كنا اتكلمنا عن الثيرموداينامك اوف الكتروكيميكال سيل. كنا اتكلمنا الاول يعني ايه ستاندرد الكترود بوتنشال، كنا اتكلمنا يعني ايه الفري جيبز فري انرجي اوف الالكتروكيميكال سيل، وكنا قلنا طيب لو عايزين البوتنشال نجيبه عند اي كونديشن الالكتروكيميكال سيل ممكن نجيبه ازاي، مثلا لو اختلفت الكونسنتريشن بتاعت الالكترولايت احسب ازاي البوتنشال بتاع السيل. وكنا برضو قلنا ان بعد كده لما نيجي نستخدم الكونسنتريشن لازم نعمل لها نشوف احنا عندنا ايديال سولوشن ولا مش ايديال سولوشن. لو ايديال سولوشن كان سيمبلي في الاكويليبريوم كونستانت او الترمات اللي موجوده في نيرست ايكويشن كنت ممكن احط الكونسنتريشن عادي، انما لو مش عندي ايديال ميكتشر لازم احط في اعتباري ان في حيود عن الايدياليتي بعبر عنها عن الاكتيفيتي كوفيشنت. بعدين اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن ازاي اجيب الاكتيفيتي كوفيشنت ل الكتروكيميكال سيل او رياكشن بتحصل جوه الالكتروكيميكال سيل، واستخدمنا الديباي هاكل ايكويشن. طيب النهارده بقى هنتكلم ايه عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن شويه كهرباء جوه الالكتروكيميكال سيل، وبالخصوص هنركز على الالكترولايت. ايه اللي بيحصل في الالكترولايت وازاي افرق بين الديفرنت الكترولايتس من ناحيه الريزيستيفيتي او الريزيستنس اللي بتحصل جوه الالكتروكيميكال سيل. نفتكر مع بعض كده احنا كنا اخدنا قبل كده الريزيستنس، اخدناها في المدرسه اعتقد في ثانويه عامه او حاجه زي كده. احنا لما يكون عندي كوندكتور ماتل وبيبقى فيه كارنت ماشي جوه الكوندكتور ماتل ده، وممكن احط اميتر يقيس لي الكارنت اللي بيعدي، وبيحصل ريزيستنس للكارنت اللي بيعدي ده جوه الكوندكتور بنديله رمز الار. ولو حبينا نحسب فرق البوتنشال عند التو اندز بتاعه الكوندكتور بتاعي ده فبنحط الفولتميتر. فلما نيجي نشوف علاقه بين الريزيستنس والكرنت والفولتج هنلاقي ان الريزيستنس ان الكرنت يمشي جوه الكوندكتور بيساوي فرق البوتنشال على الكرنت اللي ماشي. طيب الريزيستنس از measured بالأوم، اليونت بتاعته هي الأوم. زي ما بيكون عندنا resistance في conductor زي ما بيكون عندنا كمان resistance جوه electrochemical cell. الكوندكتور احنا كنا بنتكلم انه عندنا مثلا لو في سلك او في conductor او اي حاجة metal الكرنت بيمشي نتيجة ل movement of electrons. إنما في الإلكترولايت في الإلكتروكيميكال سيل الكرنت بيمشي جوه الإلكترولايت عن طريق ال movement of ions. الكاتاينز بتروح للكاثود يحصل لها reduction، الأناينز بتروح للأنود يحصل لها oxidation. فزي ما اتكلمنا ان في الكوندكتور او في الماتر ريزيستنس، برضو في الالكترولايت ريزيستنس. ايه هي الريزيستنس؟ الريزيستنس برضو of movement للايونز بين الالكترودز. طيب بس لما بنيجي نتكلم اكتر عن الالكتروكيميكال سيل لازم نعرف حاجه اسمها ريزيستيفيتي،
اللي هي بتساوي الريزيستنس في الـ A على الـ L. معنى كده ان احنا عايزين نجيب الريزيستيفيتي دي هي تعبير عن الريزيستنس معتمد على الشيب والسايز بتاع الالكتروكيميكال سيل. تمام. طيب الـ A هي الاريا of الالكترود اللي هي الاريا اللي بيحصل عليها الكيميكال رياكشن، وين ال L هي ال distance between the two electrodes اللي هي ال distance اللي فيها ال resistance بيحصل اللي بيقاوم حركة ال ions بين ال two electrodes. الترم A على L ده كله بنسميه ال cell constant، وبيكون ال units بتاعته ال area لوحدها متر سكوير، ال L متر، إذن ال A على ال L وحدته هي المتر. الرو is the resistivity بقى، الرو اللي احنا بنتكلم عنها هي الريزستيفيتي ووحدتها اوم متر. تمام. الريسيبروكال للريزستيفيتي هو الكوندكتيفيتي. تمام. يعني ايه ريسيبروكال؟ يعني عكسها، يعني الكوندكتيفيتي هي عكس الريزستيفيتي، يعني بتساوي واحد على الريزيستنس في L على A. تمام. والحقيقة الكوندكتيفيتي هي اللي احنا هنستخدمها بعد كده علشان في بقية المحاضرة، لان هي كبروبرتي اهم من الريزيستيفيتي. هي بس بالتعبير عن الكوندكتيفيتي بتاعة الالكتروكيميكال سيل عملي اكتر من استخدام الريزيستيفيتي. طيب اليونتس بتاعتها ايه عكس الريزيستيفيتي؟ يعني simply دي واحد على الرو. طيب الرو هي كانت اليونتس بتاعتها اوم متر، اذا الكي اليونتس بتاعتها اوم ماينس 1 متر ماينس 1، او 1 اوم ماينس 1 بتساوي يونت اسمها سيمنز. اذا اليونتس بتاعت الكوندكتيفيتي هي سيمنز بير متر. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان زي ما الكوندكتور لما بيعدي فيه كارنت بيبقى جواه ريزيستنس، ولو قست البوتنشال بتوين التو اندز اقدر اجيب علاقه بين الريزيستنس والكارنت والبوتنشال. كمان الالكتروكيميكال سيل فيها ريزيستنس بيظهر فيه الالكترولايت نتيجه لي ريزيستنس اوف الموفمنت of the ions كتاينز للكاثود او الانايونز للانود. واتكلمنا ان في بروبرتي تو بروبرتيز مهمه للالكترولايت لما اجي اتكلم عن الكهرباء جواها، يا بنتكلم عنها بالريزستيفيتي اللي هي ار اي على ال، او بنتكلم عنها بالكوندكتيفيتي which is the more common. الكوندكتيفيتي هي واحد على الريزستيفيتي اللي هي بتساوي L على RA. طيب نكمل نحل اكزامبل على الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. اكزامبل بسيط خالص، بيقول compute the conductivity of an electrolyte solution if the cell has a parallel electrode has parallel electrodes ب area 1 سنتيمتر سكوير spaced 1 سنتيمتر apart. يبقى 1 سنتيمتر سكوير دي مديني الاريا بتاعت الالكترودز، والمسافه بين التو الكترودز هي ال L، ومديني resistance ب 1000 اوم. طيب الكوندكتيفيتي جوه الالكتروكيميكال سيل بتساوي قد ايه؟ إذا الكوندكتيفيتي هتساوي L على RA هتساوي 0.1 سيمنز متر ماينس 1. نتعمق أكتر. زي ما اتفقنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت إن الإلكترولايت مهم جدا جدا نتكلم عن الكونسنتريشن بتاعته، لان الكونسنتريشن بتاعته بيعتمد عليها حاجات كتيرة. زي ما شفنا مثلا المحاضرة اللي فاتت ان البوتنشال بتاع الالكتروكيميكال سيل يعتمد على الكونسنتريشن بتاعة الالكترولايت.
هكذا طبعا طبعا الالكترو الكوندكتيفيتي بتاعت الالكترولايت. ليه؟ لان الكوندكتيفيتي بتاعت الالكترولايت هي عباره عن ايونز بتتحرك كاتاين وانايونز. فهم لقوا ان كل ما الكونسنتريشن بتاعت الالكترولايت بتاعي بتزيد، طبعا الكوندكتيفيتي بتزيد. طيب فقالوا علشان يعرفوا يعبروا عن اعتماد الكوندكتيفيتي على الكونسنتريشن، في فطلعوا تيرم اسمه المولر كوندكتيفيتي. ايه هي المولر كوندكتيفيتي؟ هي الكوندكتيفيتي 1 مول اوف الالكترولايت بيأثر قد ايه على الكوندكتيفيتي التوتال بتاعه الالكترولايت بتاعي. لقوها ان هي الريشيو بين الكوندكتيفيتي توتال على الكونسنتريشن متقاسه بالمول بير متر كيوب. والكوندكتيفيتي احنا عارفين اليونتس بتاعتها سيمنز بير متر، اذا المولر كوندكتيفيتي هي سيمنز متر سكوير بير مول. تمام. طيب تعالوا نتكلم شويه عن المولر كوندكتيفيتي. الأول نحل مسألة كده مع بعض. بيقول 0.1 مولر سولوشن of KCl has a conductivity، يبقى الأول هو مديني الكونسنتريشن 0.1 مولر KCl has a conductivity، مديني قد إيه الكوندكتيفيتي اللي هي ال K ودي ال C، بس ناخد بالنا إن C بالمولاريتي اللي هي مول بير لتر. was found to have a resistance of، ومديني الريزيستنس قد ايه بالاوم. when placed in a conducting cell what is the value of L على ايه اللي هي الكونستنت بتاعه السيل. طيب تعالوا نحل دي الاول. هنلاقي ان انا في السوليوشن بتاعه الكي سي ال دي هلاقي ان ال L على ايه هتساوي ايه، هجيبها من الديفينيشن بتاع الكي، والكي بيساوي L على ار اي، يعني بيساوي الكي اللي هو مديهوني ب 1.2896 في الار اللي هو مديهوني ب 89.3 اوم، فعرفت السيل كونستنت. نكمل. بيقول في السؤال بعدين حطيت في نفس السيل دي 0.2 مولر سوليوشن اوف NaCl والريزيستنس بتاعها بتاعه الالكترولايت حسبته. What is the conductivity بتاعه السوليوشن بقى؟ الكي بتساوي ايه؟ وايه هي المولر كونسنتريشن بتاعه السوليوشن الجديده اللي هي الان اي سي ال؟ طيب بما اني انا لسه في نفس السل، اذا ال على الاي هي هي، فاقدر اجيب الكوندكتيفيتي بتاعه الان اي سي ال. فالكوندكتيفيتي بتاعت NaCl هتساوي ال L على ال A في 1 على ال R. هلاقي ان الكوندكتيفيتي بتاعتي ب 2.035. بعدين المولر كوندكتيفيتي هي ال K على ال C، ال C هو مديهاني ب 0.2 مولر. مولر يعني جرام مول بير لتر، مول بير لتر لازم احولها من لتر لمتر كيوب، اذا هضرب في 1000. ف جبت المولر كوندكتيفيتي بتاعه ال NaCl في الكتروكيميكال سيل. تعريف المولر كوندكتيفيتي زي ما قلنا هو كل 1 مول اوف الالكترولايت بيأثر قد ايه على التوتال كوندكتيفيتي بتاعته. فجه عالم اسمه كور راوش، تمام، اللي هو متعلم عليه بالاحمر ده، عمل ايه؟ طيب قال انا عايز اشوف الكوندكتيفيتي بتختلف قد ايه مع الكونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني كل 1 مول عند كونسنتريشن معينه، ال 1 مول بتاثر
على الكوندكتيفيتي برقم معين. هل الكونسنتريشن مثلا لو زودتها هيبقى ليها برضو نفس المولر كوندكتيفيتي؟ لا. فعمل جراف بين المولر كوندكتيفيتي وبين روت سي، لقى ان كل ما بزيد في الاول، هو قسم الجراف نصين، عند لو كونسنتريشن وعند هاي كونسنتريشن. لقى ان عند الهاي كونسنتريشن الفرق بين الكوندكتيفيتي لما كونسنتريشن بتزيد مش كتير، يعني دي كوندكتيفيتي عند الكونسنتريشن هنا ودي كوندكتيفيتي عند الكونسنتريشن هنا. فزيادة الكونسنتريشن لما يكون خلاص الكونسنتريشن كتيرة، فزيادة المولر كوندكتيفيتي مع زيادة الكونسنتريشن بتبقى زيادة صغيرة. إنما إمتى فعلا 1 مول of electrolyte ليها تأثير كبير على الكوندكتيفيتي بتاعة التوتال الكترولايت؟ لما تكون الكونسنتريشن قليلة. يعني لو مثلا مسكنا، خليني أعملها بالأخضر، لو مسكنا مثلا الفرق بين النقطة دي والنقطة دي، هلاقي إن فرق الكونسنتريشن قليل، إنما فرق الكوندكتيفيتي المولر كوندكتيفيتي عالي. يعني إيه الكلام ده بقى من الثيرمودايناميكس كده؟ يعني هو بيقول ان لما يكون الالكترولايت بتاعتي الكونسنتريشن بتاعته صغيره جدا جدا، يعني معظم اللي موجود حواليه حاجه مختلفه عنه، ف 1 مول منه بيبقى ليها تاثير واضح. زي ايه بس مثلا؟ اكزامبل كده، مثلا لما يكون مثلا في كوباية مية وحطينا نقطة حبر، نقطة الحبر في الأول بيبقى واضح جدا الفرق بين صفاء المية تماما ونقطة الحبر اللي اتحطت، بان اختلاف فظيع من أول نقطة حبر. يعني لما ما كانش كان الكونسنتريشن بتاعة الحبر في المية قليلة قوي، كان تأثيرها ولونها كان واضح جدا. انما لما نكون زودنا حبر كتير، لما اجي احط نقطة حبر في كونسنتريشن عالية، هل لون الحبر هيفرق كتير؟ لا، هو هيفرق بس عينيا مش هتقدر حتى تلمح التغيير اللي حصل فيها. هي بالظبط حتة المولر كوندكتيفيتي هنا. بيقول ان المولر كوندكتيفيتي كل 1 مول في كونسنتريشن صغيرة بيبقى ليها تأثير على الكوندكتيفيتي اعلى بكتير من لما تكون الكونسنتريشن عالية. طيب هو عايز يجيب empirical relation بين المولر conductivity والكونسنتريشن، فلقى ان لما نكون عندنا low concentration ممكن نعبر عن الكونسنتريشن المولر conductivity as a straight line، المولر conductivity a straight line مع root c. وقال ان الايكويشن ممكن تتقال ان المولر كوندكتيفيتي بتساوي تيرم هنتكلم عنه دلوقتي نيجاتيف اس، اللي هو السلوب اللي بالنيجاتيف ده روت سي. مين اللاندا نود دي؟ اللاندا نود دي هي المولر كوندكتيفيتي اكسترابوليتد تو انفاينايت دايلوشن. يعني ايه؟ لما يكون الكونسنتريشن تقريبا بصفر، المولر كوندكتيفيتي بكام؟ طبعا دي ما ينفعش تيجي اكسبيريمنتال، لان انا ما عنديش اصلا الكترولايت، فاعرف منين اصلا الكوندكتيفيتي بتاعته؟ فدي بنحتاج لها اكسترابوليشن، ودي بنسميها الكوندكتيفيتي ات انفاينايت دايليوشن، يعني عند تقريبا كونسنتريشن اوف السوليد بصفر. تمام. الريليشن دي تنفع لحاجتين. اول حاجه السترونج الكترولايت هو اللي بيعرف نلاقي empirical relation بينه as a straight line بين المولر conductivity والروت سي، وعند very dilute solution علشان الستريت لاين ده يحصل. الاس سلوب ده هو قال ان هو function في temperature والسولف. طيب لغاية دلوقتي احنا فهمنا ان لما يكون عندي electrolyte في electrochemical cell بيبقى فيه resistance للموفمنت اوف
الكاتاين والانين جواه، وعبرنا عنها بحاجة اسمها الريزيستيفيتي اللي هي فانكشن في السايز والشيب اوف الالكترولايت. بعدين اتكلمنا عن حاجة هنستخدمها اكتر هي الكوندكتيفيتي اللي هي عكس الريزيستيفيتي. وبعدين قلنا الكوندكتيفيتي اكيد لازم اعبر عنها كمان بالكونسنتريشن اوف الكترولايت اوف السولوشن بتاعتي، فعبرنا عن بروبرتي جديدة اسمها المولر كوندكتيفيتي، وقلنا ان المولر كوندكتيفيتي هي تأثير كل 1 مول على التوتال كوندكتيفيتي اوف الالكترولايت كله. وبعدين جه عالم قال انه 4 strong electrolytes and very dilute solution ممكن أعبر عن المولر conductivity بدلالة المولر conductivity at infinite solution والروت C. طيب في اللي جاي احنا انا هقول لكم ان ايه مين اللاندا نود دي وهنتكلم عنها اكتر، وهنقول ببساطة ازاي بعد كده اي الكترولايت ليا ممكن احسب له اللاندا بسهولة، واقدر احسب في الالكتروكيميكال سيل دي الكوندكتيفيتي بتاعتها عاملة ازاي. طيب المولر كوندكتيفيتي ات انفاينايت دايليوشن، لو اعتبرنا ات انفاينايت دايليوشن ان الالكترولايت بتاعي ايدل سولوشن، ايدل ليه ايدل؟ لانه هو تقريبا ميه بس، هو في يعني حاجه بسيطه جدا 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 يتكاد تكون السوليوت كونسنتريشن بتاعته زيرو، فهو تقريبا ميه بس، تمام؟ فممكن اعتبره ان هو ايدل. يعني ايه ايدل؟ يعني ان اهمل الانتر ايونيك انتر اكشن. و for very strong electrolytes احنا بنعتبر ان احنا عندنا complete ionization. إذن ال molar conductivity of an electrolyte should be the sum of the molar conductivities of the individual ions. يعني ايه؟ يعني قال ان ال molar conductivity at infinite dilution عشان هنعتبره ان هو ايدل، هو هنقول ايه؟ ان هي تأثير المولر كوندكتيفيتي بتاعت الكاتاينز زائد المولر كوندكتيفيتي بتاعت الانايونز. طيب مين الميو دي؟ الميو دي كانت ظهرت لنا قبل كده، الميو دي هي عدد الايونز في السولت. يعني مثلا لو عندي مثلا NaCl بلس وماينس، فده الكاتاين وده الانايون، في ال 1 مولكيول عندي كام كاتاين؟ عندي 1، يبقى الميو ب 1، وعندي الانين ب 1 برضو ب 1، تمام؟ طيب بعدين عرفنا بروبرتي تانية. ايه هي البروبرتي التانية؟ ده هي الترانسفيرنس نمبر. ايه هي بقى الترانسفيرنس نمبر؟ مش احنا اتكلمنا على في السلايد اللي فاتت دي قد ايه الكاتاين بيأثر على المولر كوندكتيفيتي، وقد ايه الانين بيأثر على المولر كوندكتيفيتي؟ لا، ده احنا كمان هنقول كل الايون لو كاتاين او انايون وهو بيمشي ومسؤول عن كارنت قد ايه بيحصل. يعني ايه؟ يعني انا لو في كارنت مثلا 2 امبير ماشي في الالكتروكيميكال سيل بتاعتي، الكاتاين مشارك قد ايه في ال 2 امبير دي، والاناين مشارك بالباقي. اذا الترانسفيرنس نمبر هو الفراكشن of the total current carried by cations and anions in الالكترولايت. هدي له رمز ايه؟ T plus هو النيو لندا نود بلس على اللندا نود، والT minus هو النيو نيجاتيف لندا نود نيجاتيف على النيو اللندا نود. ولو جمعنا الاثنين ترانسفيرنس نمبر هلاقيه بواحد. طيب ايه اهميته بقى؟ اهميته ان الترانسفيرنس نمبر ممكن نحسبه اكسبيرمنتلي. فجه عالم اسمه اتورف عمل سل، ايه عرف يقيس منها الترانسفيرنس نمبر؟ عرف يقيس منها الترانسفيرنس نمبر ازاي؟ عن طريق الكتروكيميكال سل. مثلا لو هيتكلم عن السيلفر
فحط سيلفر نايتريت. السيلفر هو الكاتاين بتاعه، النايتريت هو الانايم بتاعه، وحط الالكترودز بتوعه في هما السيلفر، سيلفر في كاثود وسيلفر في انود. وبعدين اعتبر ان الاي جي بلس هيروح للكاثود والان او 3 هيروح للانود. بعدين بعد شويه عمل اناليسز للكونسنتريشن اختلفت ازاي عند الكاثود والانود، ومن فرق الكونسنتريشن اللي هي بتعبر لي ان الكاتاينز راح يعني نقل كارنت للكاثود، فلقى ان الكونسنتريشن اختلفت بعد شويه عند الكاثود، فعرف يحسب منها الترانسفيرنس نمبر. ومن الترانسفيرنس نمبر و الكوندكتيفيتي بتاعت السال بتاعه عرف يجيب كمان ال infinite dilution molar conductivity at ال infinite dilution. وبعدين عملوا تيبل لينا كل ion كاتاين او anion المولر كوندكتيفيتي بتاعته بقد ايه. ناخد بالنا ان المولر كوندكتيفيتي هي رقم قليل قوي، فالرقم فعشان يعرفوا يكتبوه في التابل فقالوا هيكتبوا الرقم مضروب في 10^4. يعني ايه؟ يعني الرقم ده المولر كوندكتيفيتي ات انفاينايت دايلوشن الحقيقي هو الرقم ده مضروب في 10^4. تمام، فبقى كده عندي تيبلز موضحه لي المولر كوندكتيفيتي at infinite dilution. طيب انا معايا المولر كوندكتيفيتي at infinite dilution للبلس وللماينس، منها اقوم جايبه المولر كوندكتيفيتي توتال مولر كوندكتيفيتي بتاعت الالكترولايت اللي هي ميو بلس لاندا نود بلس زائد ميو نيجاتيف لاندا نود نيجاتيف. ولو عندي سترونج الكترولايت هستخدم الريليشن بتاعت كول روش، فهلاقي ان اللندا بتاعت الالكترولايت هتساوي لندا نود ناقص اس رود سي. يبقى لو عندي الكونسنتريشن بتاعتي واللندا نود بتاعتي والسلوب قلنا بيعتمد على التمبراتشر وال السولفنت بتاعي، اذا ممكن اجيب المولر كوندكتيفيتي. تمام، طيب دي التجربه بتاعت هيتورف، ممكن تقروها من هنا او من الريفرنس بالتفصيل. طيب ايه بقى اهميه الكوندكتيفيتي اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي؟ الكوندكتيفيتي ممكن نستخدمها، ليها أهميات سواء في الصناعة أو في اللاب. ففي اللاب عندنا حاجة في الاناليتيكال كيمستري اسمها التايتريشن. انتوا أخدتوا قبل كده التايتريشن في سنة أولى، ازاي نعمل نعرف الكونسنتريشن بتاعت حاجة زي مثلا ال HCl موجود في البيكر بتاعي، مش عارفة الكونسنتريشن بتاعه قد ايه، فبعمل له تايتريشن مثلا بال NaOH. فال HCl acid لما يحصل نيوتراليزيشن كاملة بال NaOH هيتحول لسولت زائد مية. تمام، فلما يحصل نيوتراليزيشن من ال HCl اللي هو الأسيد باستخدام الألكالين، هنلاقي إن بوجود إنديكيتر، هنلاقي إن بوجود الإنديكيتر تغيير لون الإنديكيتر بيعبر لي عن مرحلة النيوتراليزيشن اللي هي الأند بوينت. فكنا بنعرف بالكونسنتريشن بتاعت ال NaOH اللي نزلت دي أقدر أجيب ال HCl concentration. طيب في طريقة تانية ممكن نستخدمها باستخدام ال conductivity of the electrolyte بتاعي. فمثلا لو عندي ال HCl هو الالكترولايت بتاعي اللي عايزة احسب له concentration، برضو بنزل من غير استخدام indicator، انا بنزل
E L N A O H وبحسب الكوندكتيفيتي بتاعة الالكترولايت بتاعي. فبلاقي ان الكوندكتيفيتي بتاعتي بتقل لغاية ما توصل للاند بوينت وبعدين بتزيد. الحتة اللي حصل فيها ترانسفورميشن دي هي الاند بوينت. طيب هي ترانسفورميشن دي حصلت ليه؟ لان انا في الاول كان عندي H بلس و Cl نيجاتيف في الالكترولايت بتاعي، ال H بلس الكوندكتيفيتي بتاعته عالية جدا، تمام؟ اول ما بنزل ال NaOH على ال HCl هيقوم ال Na بلس هيحل محل ال H بلس وهيديني NaCl نيجاتيف وميه، صح؟ طيب ال Na بلس الكوندكتيفيتي بتاعه اقل بكتير من ال H بلس، فكسوليوت موجود في المية بتاعي لقيت ان كل ما ال H بلس يختفي ويتحول لمية وال Na بلس يحل محله والكوندكتيفيتي بتاعته اقل، بنلاقي الكوندكتيفيتي بتقل لغاية ما نوصل للنيوتراليزيشن ان كل ال HCl اتحول ل NaCl ومية. هنا بنوصل لأقل كوندكتيفيتي عندنا. بعدين لو زودت الكونسنتريشن اوف ال NaOH زيادة هلاقي ان اللي موجود بقى في السولوشن بتاعي بقى Na بلس Cl نيجاتيف، وزودت كمان Na بلس و OH نيجاتيف بقى زيادة عن المرحلة بتاعة النيوتراليزيشن، فظهر لي آيون جديد اللي هو ال OH نيجاتيف اللي الكوندكتيفيتي بتاعته عالية، فزودت لي فيه الكوندكتيفيتي بتاعة الالكترولايت بتاعي، فحصل تاني زيادة في الكوندكتيفيتي. فأو عند الاند بوينت بنلاقي ان الكوندكتيفيتي مينيمم، فنقدر نقيس نستخدم الكوندكتيفيتي اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي في قياس الاند بوينت. نقدر كمان في الصناعة نستخدم الكوندكتيفيتي علشان نحسن من الييلد بتاعي او نحسن من البرودكت بتاعي. يعني ايه؟ احنا عندنا الواتر الكتروليسز قلنا احنا بنعمله في اسيدك ميديوم يا الكالاين ميديوم، ولو فاكرين قلنا في الصناعه الواتر الكتروليسز بنستخدم لها الكالاين ميديوم علشان يمنع الكوروجن لو فاكرين. فالالكالاين ميديوم بتاعنا هو ال KOH. طيب احنا محتاجين maximum conductivity of ال KOH علشان يحصل أعلى نتائج للwater electrolysis. بس مشكلة ال conductivity of ال KOH إنها طبعا depends on the temperature طبعا، فكل ما ال temperature بتزيد كل ما ال conductivity بتزيد، بس في نفس الوقت إحنا مش عايزين نعلي ال temperature جدا لأن ده cost عندي. ف بيحصل optimization لأحسن concentration لل KOH بتديني أحسن conductivity at a certain temperature. فالأول بنعمل الحسابات دي علشان أعرف أنا في المصانع هشتغل عند temperature قد إيه و concentration قد إيه لل KOH عشان يديني maximum conductivity. الجاب اللي قدامنا ده هو العلاقة اللي أنا بقول لكم عليها، العلاقة بين المولر كوندكتيفيتي هنا مع فرق الكونسنتريشن. فهلاقي ان الجراف كل ما الكونسنتريشن بتزيد كل ما الكوندكتيفيتي بتزيد بعدين بتقل تاني، وبيديبند اون التمبريتشر طبعا، كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما الكوندكتيفيتي بتزيد. طيب هلاقي ان كمان في الصناعه المهم ان احنا نعرف الكوندكتيفيتي في كذا نقطة عند البايبلاين. ليه؟ تعالوا نقرأ مع بعض. بيقول to protect the pipeline under the soil from corrosion. ازاي؟ ال conductivity of the soil is not the same in all points. ليه؟ لأن التربة فيها أملاح زي ما احنا عارفين، في الأملاح دي مش بتبقى constant في كل حتة ورطوبتها مش هي في كل حتة، فممكن حتة يكون فيها active، حتة active جدا ممكن يحصل لها يعني
كروجن عالي، لان الكروجن هيحصل نتيجة وجود املاح كتير في التربة الرطبة، فيكون لي الكترولايت، هو ده الالكترولايت بتاعي، فيحصل هنا كروجن، تآكل للبايب لاين بتاعي زي ما هنشوف في الكروجن مع دكتور محمد حنفي. فبيحصل ايه بقى؟ فبقيس الكوندكتيفيتي، we need to do conductivity survey to know where we need to do the cathodic protection. ما احنا مش هنقدر نعمل الكاثوديك بروتكشن، يعني مش هنقدر نحمي البايب لاين من التآكل في طول البايب لاين، ده شيء مكلف جدا. ففي الاول بيعملوا مسح للتربه اللي متعرض لها، اللي شايل البايب لاين ده كله، وبيشوفوا اكتر حته معرضه للتآكل فين ويعملوا الكاثوديك بروتكشن. اخر حاجه برضو بنستخدم الالكتروليتيك كوندكتنس في ايه؟ احنا كنا في الاول قلنا ان كول راوش عمل ريليشن للكوندكتيفيتي والكونسنتريشن فور سترونج الكترولايت وفيري دايلوت سولوشن. طيب اما الويك الكترولايت بقى اعرف ازاي الكوندكتيفيتي بتاعته؟ بتبقى الويك الكترولايت مشكلته ايه؟ مشكلته انه ما بيحصلوش كومبليت ايونايزيشن، لا بيحصل ايه، بيظهر لنا حاجه اسمها الديجري اوف ايونايزيشن اللي هي الفا، فمش كل الصوديوم بتاعي بيتحول لايونز. فلازم احسب المولر كوندكتيفيتي از ا فانكشن في الديجري اوف ايونايزيشن. فزي ما هتشوفوا في شيت 5 بروبلم 4، ان انا ممكن من الكوندكتيفيتي اعرف المولر الديجري اوف ايونايزيشن اوف الالكتروكيميكال اوف الالكترولايت بتاعي. ثانك يو يا باشمهندسين، واشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله.